وللقاء المزيد من الأضواء حول العلاقات البحرينية الإماراتية، يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة من أبوظبي المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية السيد صلاح الجنيبي. سيد الجنيبي، بداية نرحب بك، وكما يعلم الجميع أن دولة الإمارات العربية المتحدة تربطها علاقات أخوية تاريخية وثيقة جدا ومميزة مع مملكة البحرين، هل لك أن تحدثنا أكثر بخصوص ذلك حسب وجهة نظرك؟ نعم صحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتنا لكم ولفريق العمل والمشاهدين من خلف الشاشات. طبعا يعني نستغل هذه المناسبة الكريمة يعني بالتهنئة، تهنئتكم وتهنئة أنفسنا بالعيد الوطني 52. نعم، وبذلك نرفع يعني أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونائبه سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ منصور بن زايد وأعضاء المجلس الأعلى للحكام، وكذلك يعني كل دول الخليج حقيقة تحتفل بهذه المناسبة العظيمة. نعم، التي تتلوها النجاحات وقمتها طبعا كوب 28 بمناسبة الاستضافة لأطراف المناخ. كذلك العلاقة البحرينية الإماراتية طبعا منذ النشأة كانت يعني تأسست علاقة متينة وقوية وازدادت متانة وصلابة، توجها العديد من الاتفاقيات حتى وصلت إلى مرحلة التكامل والتوأمة في العديد من المناحي الاقتصادية والأمنية الدفاعية المشتركة. شهدت ذلك يعني اتفاقيات عديدة بخصوص موضوع اللي هو مشاركات في التصنيع في المناورات العسكرية، وكذلك التبادل الأمني السيبراني مع وكالة الأمن السيبراني عندنا في دولة الإمارات. تبادل الخبرات بين البحرين والإمارات أدى إلى نتيجة يعني الطموح إلى التميز في 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 طرح هذه المواضيع كي تكون نموذجا يعني تقريبا يحتذي به باقي الدول. شهدنا العديد من طبعا الزيارات الحكومية المتبادلة في الفترة الماضية، مما أدى إلى زيادة الأرقام في جذب رأس المال الأجنبي لكلا الدولتين. العديد من الاتفاقيات الاقتصادية الحرة التي أدت إلى نمو الطفرة الاقتصادية طبعا توجتها الزيارات المتبادلة بين القمتين، يعني بين جلالة الملك وكذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد. طبعا كانت هناك زيارات عديدة رسمية وزيارات أخرى غير رسمية، وصول حضرة صاحب الجلالة جلالة الملك طبعا إلى قمة كوب 28 مؤخرا في دولة الإمارات كان له أثر عظيم حقيقة في دعم هذا الملف المناخي الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعد نجاحا خليجيا يعني إماراتيا خليجيا بحرينيا كذلك على وجه الخصوص. نعم، في هذا الملف. نعم، إذن من أبوظبي المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية صلاح الجنيبي، شكرا جزيلا لك.